يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم شطرنج. حلقتنا النهاردة كلها دندشة وهزار وخفيفة جدا، حلقة هتخش من القلب وهتدخل لقلبكم على طول. كتير جدا من البنات بيجوا يسألوا هنعمل ايه ليلة الحنة؟ طيب الفرح احسن ولا الحنة؟ في ظل أزمة الكورونا والأيام اللي احنا فيها دي بقى كتير قوي بيلغوا الأفراح بتاعتهم، بس دايما بقوا بيعتمدوا على الحنة. احنا كبنات ما نقدرش نفرح خالص من غير الحنة والتاتو والشو اللي احنا بنفرح بيه واصحابنا ولمة القرايب. طيب هل انتي ممكن تثقي في اي حد يرسم لك حنة؟ بعد ما بنرسم على طول في ناس كتير جدا بتشتكي وبتقول انا بيطلع لي حساسيه، بيجي لي التهابات، نوع الحنه مش كويس، كمان الشو ما كانش مظبوط، ما عرفتش مقاساتي، ما عرفتش تطلعني بالشكل اللي انا عايزاه. احنا النهارده حبينا ان احنا نختار معاكم ونحط كمان بالميكروسكوب بتاع شطرنج النهارده مع ضيفه حلقتنا حد مميز جدا ولذيذه جدا جدا، صفحتها مغرقه الفيسبوك بالريفيوهات الجميله وكمان بتعمل للمشاهير. خلوني في البدايه ارحب بضيفة حلقتنا النهارده اللي هتنورني، اماني درويش، منظمه حفلات وشو الحن. اهلا بيكي يا اماني. استاذه منى، ازيك؟ منوراني حبيبتي، ميرسي. عايزه اقول لك بقى في البدايه فريق الاعداد وهو بيحضر الحلقه دي انا قلت لهم انا عايزه حلقه لايت جدا. جم قالوا لي احنا ابتدينا ان احنا ندور على ريفيوهات تكون كويسه وحد يكون موثوق منه، عشان طبعا اول ما تخرجي معايا من البرنامج محدش يرجع يشتكي او يقول ان انا بطلع طبعا حد مش موثوق فيه. انا شفت الريفيوهات بنفسي، شفت قد ايه الناس بتشكر فيكي ما شاء الله. ستايلات اللبس بتاعك حديثه وجميله وانتي كمان سلسه قوي في التعامل. ميرسي ليكي، اهلا بيكي يا استاذه منى. احنا مش بس شغالين من النهارده او من سنه او من سنتين، احنا بقى لنا 11 سنه في المجال دوت ما شاء الله. احنا بنتعامل مع البنات على ان هم اصحابنا واخواتنا، مش بس ان احنا بنروح نعمل حفله وخلاص. زي ما حضرتك شايفه كده الماتيريالز بتاعت اللبس كلها كويسه، دي اللبس الحقيقي اللي بتلبسه العروسه، يعني انا مش جايباه عشان البرنامج. الاكسسوارز زي ما حضرتك شايفاها كل حاجه على الطبيعه زي العروسه ما بتروح لها بالظبط. وطبعا احنا بيبقى فيه بقى لينك قبل الحنة بفتره، بنتفق، بنتقابل انا والعروسه، نشوف المقاسات زي ما حضرتك قلتي المقاسات بتبقى مختلفه، لا لازم نتقابل ونشوف المقاسات. حتى لو مش تقدر ان هي تجيلي مكتبي ممكن تبعت لي مثلا الوزن والطول والحاجات دي، وطبعا انا بقى الخبره القديمه بتخليني عارفه يعني 90 كيلو هتلبس مقاس لارج مثلا، اكس لارج، ببقى عارفه مثلا المقاسات بتاعتها، فالحمد لله بتطلع كل حاجه مظبوطه. يعني بتبتدي العروسه تحدد معاكي قبل الحنه بتاعتها بقد ايه مثلا؟ يعني ماكسيمم شهر، لو في سيزون زي الصيف او عيد او كده ممكن يبقى شهر ونص شهرين عشان تلاقي اليوم ابيلبل بالنسبه لها. طيب لو جينا مثلا يوم الحنه خلاص احنا ضلنا على كل حاجه واكتفنا، وبعد كده جت العروسه ما عجبهاش مثلا ديزاينر معين انت هتطلعيها بيه، بتبتدي ان انت تبدله لها ولا خلاص كده بقى؟ لا انا دايما بكون معايا اطقم سبير، لو مثلا لقيت ان اللون دوت هي مش حابه تلبسه في الحقيقه بيبقى في حاجه تانية اكسترا بتغيرها، يعني بيبقى سبير ان مثلا طب خلاص مش عايزه البدله دي، لا في بدله تانية مثلا، في سيلفر، في جولد، بنبقى مظبطين الموضوع ده. احنا كبنات مجنونين بالحنه. أيوة. ومجنونين بكل الحاجات الجميله اللي احنا شايفينها دي. الغريب بقى في الموضوع ان انا شفت كمان عندك على البيج بتاعك ان انت كمان بتلبسي العرسان. بنلبس العرسان لان طبعا من كمان من قبل ازمه كورونا ساعات كتير العرايس بيحبوا ان العريس يشاركهم في ليله الحنه كمان، هم مش كلهم مثلا نسبه 40% بيحبوا ان العريس يكون موجود، ممكن يبقى موجود في اخر الحفله، يعني الحفله الاول تبقى بنات والعريس يجي مثلا اخر شو، اخر اتنين شو، فبيبقى مثلا بيلبس زي العروسه، ممكن يلبس الهندي زي الطقم اللي انا جايباه دوت اللي هو الساري، اللي هو الطقم الهندي المهرجه بتاع العريس، وهي بتبقى لابسه هندي ساري، ممكن يلبس صعيدي زي الصعيدي وهي كمان تبقى لابسه صعيدي اسكندراني، من كل الاطقم بتاعه البنات المقفوله بيكون فيها زيها للعريس. انت اللي بتختاري الاغاني، انت اللي بتختاري الديزاينر، كل حاجه في اليوم ده انت بتمسكيها، انتوا زد كل حاجه بتبقى معايا. حتى كمان احنا عندنا تجهيزات للعروسه، بنبعت لها حد متخصص التجهيزات بتاعت السبا، السويت، التكييس، الحمام المغربي. لا 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 ما تجريش بيا، ما تجريش بيا، في 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 بعض الحاجات كده لازم نوقف عليها. ما تجريش بيا، انا لسه ما جتش في الحته دي، الحته دي عايزه حاجه كده لوحدها. خليني دلوقتي بس في البدايه اتكلم، اماني كانت عايزه ترسم لي تاتو، بس طبعا انا النهارده طالعه بالابيض فانا بصراحه ما رضيتش، بس هي عندها رسومات تحفه جدا.
عندهم حرفة كمان في الديزاينرات، عندهم حاجات بيعرفوا يختاروا العروسة فعلا تحتاج ايه، ما بيعرفوش يعملوا اي حاجة وخلاص. قوليلي بقى يا أماني، الحنة اللي انت بتعمليها دي نوعها ايه؟ بصي، هي دي حنة طبيعية، احنا بندربها، بنستخدم كذا نوع حنة عشان يدينا السواد وبيدينا الماتيريال بتاعته تبقى كويسة وما يسببش حساسية. حلو جدا. غير كده كمان انا بكون مع لينك مع العروسه انه ببقى متفقه معاها ان ما تبقاش واخده مضاد حيوي قبل الحنه بيوم او في يوم الحنه، ان هي تكون عندها اي حساسيه من اي نوع، ان هي ممكن تكون مثلا بتاخد ادويه معينه بقول لها عليها ديت لا ما ينفعش تاخديها في نفس اليوم عشان ممكن تعمل لنا حساسيه، ما ينفعش ان هي تبقى عامله سبا في نفس اليوم عشان ممكن برضو جسمها يتحسس. انا بتفادى اي حاجه تضر العروسه وتضر شغلي، يعني قبل ما هي هتضر العروسه برضو هتضرني وهتضر اسمي. هي جايه ان انت فاهمه، فلازم انت اللي تكوني عندك وعي اكتر منها، انت اللي هتفيديها. بالظبط. يعني مثلا ممكن عروسه تقولي لا انا عايزه ارسم، انا اصلا عملت حساسيه مره بس هجرب. هقول لها لا انا مش هجرب. لا انا لازم اجرب. اقول لها طيب انت هتعملي لي موافقه كتابيه بخط ايدك انك انت متحمله المسؤوليه كامله. وبرضه ما بعملهاش غير لما اعمل تيست الاول واستنى بعد الحفله كلها ما تخلص وارسم لها تاني بقى. لقينا في التيست بتاعك بقى بيكون فين بالظبط؟ نعمل نقطه صغننه كده مثلا في الايد في الرجل، حاجه بسيطه خالص، منها نعرف العروسه مثلا عندها حساسيه ولا لا. العروسه مثلا ممكن يحصل معانا اي دروب، نبقى برضه خدنا مثلا 4-5 ساعات وقت نشوف جسمها هيعمل معانا ايه. انا شايفه تاتو على الشاشه حلو قوي، رسومات سيمبل جدا، انت اللي بتختاريها ولا العرايس؟ بصي انا برشح دايما للعرايس الحاجه اللي تليق معاهم، يعني مثلا لو عروسه رفيعه خالص برشح لها ان احنا نعمل مثلا حاجه مثلا عريضه وبعد كده حاجات رفيعه. لو عروسه مثلا جسمها مليان شويه لا نعمل حاجات سيمبل بس في كذا مكان. معقول؟ يعني ان انت بتحددي الجسم على الديزاينر اللي طبعاً انت بترسميه؟ طبعا. ممكن مثلا بتفرق. تكون عروسه عريضه مثلا من ظهرها، ما ينفعش انا كمان اجي ارسم لها رسمه عريضه فتخلي العين تبص على عرض جسمها مش عرض الرسم. برافو برافو. فلازم وانا الحمد لله العرايس بيثقوا فيها جدا، يعني هنعمل كذا عروسه ده هيكون احلى ليكي، ده هيكون مناسب ليكي. بقيتي خبره وبقيتي بالنسبه لهم ثقه. الحمد لله. كويس جدا. طيب عايزين بقى نتكلم مثلا على الديزاينر بتاع اللبس. بتنزلي تجيبيه منين؟ بتجهزيه قبلها بقد ايه؟ بيتغير الموديل بتاعه كل قد ايه؟ ما هو اكيد عندنا برضو تصميمات بتختلف، ازواق طبعاً بتختلف. طبعا احنا عامه احنا من كل كاستم عندنا منها الوانها ومقاساتها، لان ممكن العروسه تحب الطقم دوت بس لونه مش عاجبها فتلاقي منه الاسود والازرق والموف والاحمر وكل الوانه. مثلا الاطقم بتتغير كل سيزون، كل سيزون لازم نعمل حاجات جديده، لازم نعمل حاجات تكون نشوف بقى البنات حابين ايه. السيزون ده بالشهر ولا بالسنه؟ بالسنه، يعني سيزون الصيف سيزون الشتاء. حلو. بنغير فيه. طلعت فتره البنات رجعوا يلبسوا بدل الرقص اللي هي القديمه بتاعت سهير زكي الاربع قطع والطرحه بتاعتها وحاجات زي كده رجعناها. في بعد كده البدل اللي هي الجديده اللي هي زي الحاجات بتاعت الرقصات الجديده جوهره وحاجات زي كده التو بيسز. برده كل حاجه موجوده، كل الاذواق موجوده بفضل الله. هاخدك بقى ونروح لجزئيه كده مهمه جدا لكل اللي بيتفرجوا علينا. أوكي. كورونا. كورونا بهدلت الدنيا. عايزين نعرف البنات اللي كانوا بيطلبوكي اثناء كورونا كنت بتعملي ايه؟ انا شايفه ريفيوهات تحفه جدا جدا. أيوة. عجبتني عشان كده انا بصراحه صممت ان انا بقى اجيبك النهارده. انا شايفه بنات بيشكروا جدا ان انت لما رحت لهم الافراح بتاعتهم كان تقريبا فرح او اتنين حضرتيه في ازمه كورونا. لقيتهم بيقولوا ان انت كنت محافظه على الطرق الاحترازيه، الجلافز، الكمامات، كنت كمان بتعقمي الملابس قبل وبعد، فانا شايفه الحاجات دي حلوه جدا. كلميني بقى قضيتي فتره كورونا دي ازاي؟ بصي احنا في الاول طبعا منعنا كل الاحتفالات وكان عندي حجوزات طبعا استردوا العربين بتاعتهم العرايس، وفي اللي اجل، يعني انا معايا عرايس في شهر 11 وشهر 10 مأجلين معايا من فتره كورونا ومخليين الديبوزيت بتاعهم علشان يضمنوا الحجز بتاعهم. بالنسبه للفتره ديت احنا كنا احنا اصلا خايفين، يعني احنا قبل ما نخاف ان احنا مش عارفين احنا رايحين فين، مش عارفين احنا رايحين عند مين حد، فكنا احنا واخدين احتياطاتنا كامله. كنت بشترط على العرايس ان يبقى العدد محدد ما يزيدش عن 10 افراد. حلو. وبصراحه هم كانوا بيلتزموا عشان برضو بيخافوا على نفسهم. الاطقم كلها كانت بتتعقم وكان بيبقى معانا الكحول بتاعنا وبنبقى لابسين الجلافزات والكمامات بتاعتنا. العده بتاعتنا بنعقمها واحنا داخلين، عده الدي جي كنا بنعقمها واحنا داخلين واحنا خارجين. فيعني احنا كنا خايفين على نفسنا وكنا خايفين برضو على العرايس. اكيد طبعا. بس أكيد. وكنا مقللين عدد البنات كمان اللي بيشتغلوا، يعني مثلا انا ممكن اروح الحفله باربع
خمس بنات، لا انا بقيت اروح ببنتين او انا وبنت كمان. البنت ممكن تلبس العروسه وتعمل معاها الشو وترسم لها الحنه، لان انا مش عايزه اربع خمس بنات معايا وفي الحفله 10 افراد بقينا 14 فرد، لا احنا ممكن نبقى 11 12. فيعني انا كنت حاطه رولز كده في الفتره ديت، والحمد لله يعني كانت فتره الحمد لله رجعها تاني بقى وتعالي الازمه دي على خير يا رب. طيب انت بتكوني حريصه ان انت اللي تكوني موجوده دايما في الشو بتاع الحنه، ولا ممكن تبعتي حد من الفريق بتاعك؟ لو عندي اكتر من حفله في اليوم بعرف العروسه ان انا مش هكون متواجده وهكون الاسيستنت موجوده معايا. طبعا ليها حريه القبول او الرفض لانه اليوم مش متاح، فبقول لها انا ممكن ابعت لك حد من الاسيستنت بتوافق. لو اليوم متاح في حفله واحده او حفلتين بكون انا في الحفله اللي اتحجزت الاول. تمام، يعني بناخد بالأولوية عشان كده العرايس بيحجزوا من بدري. قبل بقى ما نروح للحمام المغربي والمسكات والكلام الجميل قوي ده عشان بحبه جدا، خلينا بس نطلع الأول بريفيو شدني أنا شخصيا على البيج بتاعة أماني. هنروح لمدام صابرين، مدام كابتن عصام الحضري لعيب الكورة، ونرجع شكرك يا اماني بجد على اليوم الجميل اللي انت عملته لنا ده، احنا اتبسطنا معاكي جدا ومبسوطه ان انت معايا، وان شاء الله ان شاء الله في الايام اللي جايه انت اللي هتبقي معايا بس. ومرسي لذوقك يا اماني، ومرسي اللي انت عملتيه معانا، وشكرا يا حبيبتي، متشكره جدا. ميرسي يا روحي، شكرا يا اماني. الريفيو ده كان مهم جدا، يعني انا مش لاقيه بقى اكتر من كده ثقه، يعني خلاص احنا بقينا عدينا مع اماني ان احنا بنعتمد عليها او بنديها ثقه، احنا كمان بنتعامل على ريفيو من الفنانين والمشاهير. وطبعا احنا بنشكر مدام صابرين ان هي اتاحت لينا وادتنا الفرصه ان احنا نعرض الريفيو ده. بصراحه مدام صابرين دي ما كانتش اول حفله، دي كانت تاني حفله، عشان كده كانت بتقول لنا الريفيو بثقه شويه. عملت حنه مي ادري صاحبتها الجميله مي، هي شافت الحنه لايف، انا يعني كنت عارفاها بس بعد كده هي جت تعرفت عليا وازيك وعامله ايه وانا اتبسطت جدا وحاجات زي كده، وخدت رقم تليفوني وبعد كده قالت لي انا عايزاك تعملي لي حفله. حلوه جدا، فكانت هي متواجده بقى وبنوتاتها الامارات، وبجد كانت حفله حلوه جدا، يعني الحمد لله من الحفلات الحلوه. احنا اشتغلنا ناس كتير مشاهير، بس في ناس طبعا انت عارفه الحفله بقى الحنه بيكونوا أكيد لابسين حاجات براحتهم وكده، فما بنحبش نضغط عليهم ان هم يعملوا لنا ريفيو. بس بالنسبه بقى ان هم بيلبسوا براحتهم، في بنوته مثلا لو هي بتتفرج علينا دلوقتي وعايزه تكلم اماني، ايوه بتتفق معاكي الاول كده ان هي ليها هي لوحدها لشخص واحد، يعني انت هتيجي تعملي لي انا بس الحنه واصحابي موجودين بس ما حدش ليه دعوه، انا بس اللي هلبس وانا بس اللي هعمل التاتو والكلام ده، ولا بتتفق معاكي مثلا على بعض الاشخاص اللي هم دول اللي موجودين صحاب العروسه؟ بصي احنا دايما في كل باكج بنكون حاطين حاجات كادو للبنات اصحاب العروسه واخواتها. بنحط لهم اطقم، بدل رأس، جلاليب رأس، في كده تابلو بتاع الاسكندراني بتطلع مع البنت بجلابيه وطربوش كانها ولد، بنحط لهم جيفت رسومات حنة فري. العرايس اغلب ليله الحنه بيبقوا عايزين هم عاملين الحفله دي عشان البنات يفرحوا معاهم اكيد، فبيلبسوهم، بيبقوا حريصين جدا ان هم اصحابهم يلبسوا معاهم، يغيروا معاهم، يطلعوا هم الاول كده بالعصيان، يعملوا لهم شو. الحاجات دي بتبقى حلوه جدا. وفي عرايس لا بتقولي انا عايزه بس البس انا لوحدي، اكون انا بس اللي ظاهره يعني. فطبعا بناء على رغبتها. اللي حضرتيها او اصعب المواقف اللي قابلت اماني وهي واخده بقى على الفرفشه وان هي تروح تبسط البنوته، لقيت بقى فرح مثلا حد منكد على العروسه، لقيت العروسه مكشره ومش عايزه، مكسوفه، خجوله، اتصرفتي معاها ازاي؟ بصي هو اكتر حاجه بتضايق العرايس وبتضايقنا احنا شخصيا التوتر، ان العروس تبقى متوتره جدا. لا انا بقول لها من قبل ما نتكلم في اي حاجه، اقول لها احنا جايين نفرفش وننبسط، ما تعمليش انك انت بقى عامله حفله بقى وتتوتري وحد جه وحد ما جهش ومش عارف ايه. انا عايزاكي تبقي ريلاكسيشن خالص وتبقي كده رايقه وعايزه تتبسطي. فبصراحه انا بروح الحمد لله يعني بلاقي العرايس يعني خلاص متفاعلين. الحاجه الثانيه اللي بتضايقني التاخير، يعني ممكن عروسه تتاخر ساعتين فبتبقى ضيعت حفلتها، بس برضو بتلاقينا احنا بنقابلها بصدر رحب وبنضحك وبنحاول ان احنا نفرحها. فده اكيد شفتيه في الريفيو، يعني الدنيا شويه بنات كتير جدا يقولي انك انت جيتي قبل ميعادك واحنا اللي اتاخرنا عليكي، ولقيتيني يعني جينا لقيناكي مش متوتره ومش متضايقه. عجبني جدا برضو الريفيوهات. طب ما تطلعونا كده بالريفيوهات يا شباب على الشاشه نشوف بعض اراء الناس كده على البيج بتاعه اماني كانت عامله ازاي. ريفيوهات حلوه جدا، عايزه اقول لك اللي هي اللي لسه ما اتخطبتش او لسه ما اتجوزتش بيفتحوا نفسها.
اصلا ان البنات في الحفله نفسها بياخدوا الكارت ويقولوا لي مثلا بعد سنه تقول لي انا واخده كارتك من سنه، اقول لها محتفظه بالكارت من سنه، تقول لي انا احتفظت بالكارت ودخلت على البيج عملت لايك عشان افضل ايه متابعه معاكي كده ابديت لكل حاجه. بس الحمد لله لله الحمد، يعني انا لما مثلا بدخل مع مجموعه بنات بعمل ليهم كله يعني هي واصحابها وترشحنا لاخوات العريس واخواتها واصحابها في الشغل ولله الفضل، يعني والحمد ان عندي مجموعه بنات. لو شفتي حضرتك الريفيو بتاعهم 9 بنات اصحاب في محافظه بنها. في برضو ريفيو هيطلع معانا دلوقتي، فريق الاعداد بيحضروا 9 بنات عملت لهم في نفس اليوم. لا يعني على مدار سنتين بس كلهم صحاب، كلهم صحاب من منطقه واحده، كلهم من محافظه بنها. ازيكم عاملين ايه؟ هم اكيد متابعينا دلوقتي. احنا بنسافر محافظات كمان، كل محافظات مصر بنسافرها. وكل يعني البنات دولت ما فيش حفله كانت شبه التانية، ما فيش بنت لبست طقم شبه التاني، ما فيش بنت حست ان الحفله دي لا انا شفتها قبل كده، لا احنا زهقانين. لا الحمد لله كانوا بيلاقوا لبس جديد وكانوا بيلاقوا الشو احسن واللبس انضاف وكل حاجه نظيفه ومترتبه وجديده. حلو جدا. فده بفضل الله، يعني ما بنخشش جروب بنات غير لما بنكمل معاهم كلهم، نجوزهم كلهم ما شاء الله. يا يعني يا ريت تجوز لنا كل فريق الاعداد، يا ريت فريق الاعداد النهارده بيدعمك يا اماني، خلاص هتطلعي من هنا خلاص على فريق الاعداد ان شاء الله. طيب انا بعد اذنكم بس عايزه اتحرك شويه اوري للساده المشاهدين بعض التفاصيل. دوت عريس كان لابس معانا بعد اذنكم مينا. طيب دي الحاجات دي كلميني عنها كده، الطقم ده مثلا انت بتبتدي تجهزيه ازاي او بتعرفي مقاس العروسه ينفع معاه ازاي او لا؟ بصي ده طقم هواي، ديت بتبقى الجيبه كلها كله هاند ميد. لو حضرتك يعني خدت بالي قربتي فيه كده اهوت هتلاقيه كله هاند ميد. بنجهز زي ما انت شايفه البرو كده فيها من ورا القبش عشان برضو تناسب كل عشان المقاسات. تضيقي او توسعي يكون براحتك بالظبط. حلو جدا. والجيب برضو بتاعتها فيها حزام بتتوسع وبتضيق برضو على حسب العروسه. وفي مقاسات تانية يعني ده اصغر مقاس. البنات اللي بتتكسف تلبس ده يعني تعمل ايه؟ بيختاروا لبس تاني مقفول. انا مش شايفه حاجه مقفوله. بس البنات لا، البنات بيبقى الحفله كلها بنات وبيبقوا كلهم اصحاب ومع بعض، فبيبقى بالنسبه لهم الموضوع دوت لطيف يعني تغيير. حلو. كمان حلو. طيب كمان كلمينا بقى على ده بتاع العريس. ده بتاع العريس ده اسمه ايه؟ الهندي. ده الهندي المهرجه. ايوه. ده بتبتدي انت اللي تلبسيه ولا بتديهم مثلا هم اللي يلبسوه؟ لا بيبقى معايا حد بيبقى مسؤول عن اللبس بتاع العريس، العروسه بتلبس والحد التاني بيلبس العريس. حلو جدا. طيب يعني اي ديتيلز تانية انت اليشمك الحاجات دي بتتعاملي معاها ازاي؟ الاكسسوارات البلدي بتاعت بدل الراس. كردين. الحاجات دي عايزه اقول لك ان هي ليها هيبتها. أيوة ليها طلتها كده. هي بتاعه الحنه يعني. أيوة. ما ينفعش الحنه يا جماعه تتعمل من غير الحاجات. هي ما ينفعش الحنه تتعمل من غير اماني حبيبتي. ده هندي. عندنا ايه تاني؟ ده اهو ده بيتحط هنا هنا او هنا. يعني زي اللي انت مثلا عاملاه كده. زي اللي انا عاملاه. حلو جدا. طيب عندنا ايه تاني بقى؟ بتلبسي العريس ولا العروسه؟ العروسه والعريس. كان معانا صوره دلوقتي العريس لابس والعروسه لابسه. حلو جدا. طيب انت قلتي لي واحنا بنتكلم انا وانت مع بعض قلتي لي ده اليشمك. ده الاسكندراني. حلو قوي. اوكي. وده البدوي. كل اطقم لازم ليها الاكسسوارز بتاعتها، لازم ليها الحاجه المناسبه بتاعتها. اتفضلي. وريني ده. تسلم ايدك. سلام. ده انت اللي بتبتدي. طيب ده مثلا كده. أيوة. كده الكاميرا معانا كده بتبتدي مثلا ان انت تلبسيه للعروس على طقم ايه لو هنلبسها؟ على البدوي. على الجلابيه البدوي اللي هي بتبقى كلها تطريز بدوي سينوي. حلوة. وبيبقى معاها الاكسسوارز بتاعتها، بيبقى معاها الطرحه بتاعتها كده بتلبسها معاهم يعني الطقم كله كامل. طيب انا وانت لما كنا بنتكلم وبنحضر الحلقه قلت لي خبر حلو جدا. قلت لي بمناسبه بقى ان احنا طالعين النهارده في برنامج شطرنج. ايوه. انا عامله مفاجاه لكل متابعين البرنامج وخاصه متابعين منى سمير. بالظبط طبعا. فقولي لنا بقى المفاجاه النهارده. احنا النهارده هنعمل خصم 10% على اي حفلات في القاهره او في المحافظات. هنعمل كمان رسم فري للبنات. هيبقى احنا كل باكج بنبقى عليه 5 فري. احنا هنعمل 10 رسمات فري لاصحاب العروسه.
خليهم 15 عشان نبقى حاطين 10 خلاص رسمين بقى. ولو حد حجز الفول باكج اللي هو فيه التجهيزات وفيه الباكج الكامله اللي هي الباكج الماسيه هياخد الديكور فري. حلو احنا جدا. بنعمل ديكورات كمان حلوه جدا بتناسب الحفله، ممكن نعمل ديكور هواي، بنعمل ديكور شرقي، بنعمل يعني اكتر من سيم العروسه بتختاره وبيبقى هو الديكور يعني المناسب للحفله. كل اللي انت قلتيه الاوفر ده خاص بمنى سمير بالظبط، خاص بالمتابعين. ايوه الاستاذه منى سمير، وخاص بمتابعين برنامج شطرنج. حبيبه قلبي. طيب احنا كده خدنا خلاص تصريح رسمي من اماني بتقول لنا اي حد هيتواصل معاها على الارقام اللي كانت طالعه على الشاشه دي، الارقام البرايفت بتاعتها. كمان البيج بتاعها كان معروض، احنا شفنا الريفيوهات، شفنا اراء الناس فيها، شفناها النهارده معانا بديزاينر حلو جدا قالت لنا كل حاجه ممكن نتكلم فيها في الحنة. شفنا التاتو، شفنا انواع الحنة اللي احنا ممكن نستخدمها، كمان خدني الوقت ومعرفتش ان انا اتكلم على الحمام المغربي والمسكات والحاجات الجميلة اللي هي بتعملها، بس انتوا بقى هتخشوا وهتتابعوها وهتشوفوا كل اراء الناس. عايزة كمان اوضح ان انا شفت ريفيو تحفة، البنت بتقول ان ريحة الملابس عندها تبقى عاملة زي ريحة المسك، يعني ما شاء الله انا ما شفتش احلى من كده. اشوفكم في حلقة جديدة وحكاية جديدة، وكمان استنوني في حاجات تانية كتير بقى تخص كل البنات والشباب ان شاء الله. شكرا لك يا اماني، نورتيني. اهلا بك يا استاذة منى، نورتيني. ميرسي ليك يا حبيبة قلبي. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، اشوفكم في حلقة جديدة من شطرنج.